اسمي حسين علي كرم، مؤسس حركة احنا شباب بنحب مصر. عاوز اتكلم النهارده على موضوع القانون الارهاب. هو اكتر ناس متضررة بالقانون دون هو الصحفيين. النهارده لما جه حصل المشكلة بتاعت الارهاب اللي حصلت في سيناء والغدر اللي حصل بالجنود بتاعتنا الصبح بدري لغاية بالليل لغاية حوالي الساعة 9، كان المجلس العسكري متأخر وما طلعش أي بيانات. فالنهاردة البيانات ليه بتتأخر؟ أنت النهاردة أنا شايف إنه كل ظالم الصحفيين وظالم الناس دي، لأن الناس دي ما لقيتش مصدر. المفروض بيبقى في مصدر بيبلغها الأخبار أول بأول. وبعدين إحنا النهاردة في عصر النت والتكنولوجيا، لو هو ما بلغش يعني انت النهارده هتحاسب بقى ايه؟ هتحاسب مين ولا مين؟ النهارده في صفحات وفي شباب عاملين صفحات وجروبات بتوصل ل 250 الف و 500 الف. فالنهارده لو واحد زي ده نشر على الفيس وقال للناس، طب ما هو هيجيب المعلومه من اي حد على الفيس. والكلام ده فعلا كان موجود، والشبكات الارهابيه والناس دي كانت بتنزل معلومات وحاجات زي كده. فالنهارده احنا عاوزين مصدر يكون موجود باستمرار. لازم يكون المتحدث العسكري يكون موجود دايما في غرفة العمليات، ويكون في غرفة عمليات موجودة للصحفيين يبلغهم اللي بيحصل أول بأول، عشان ما فيش حد يقدر ان هو يجيب خبر مش واثق فيه او كده، يبقى لينا مصدر واحد. وبعدين انت قعدت اتأخرت لغاية الساعة 9، لازم نعترف بالخطأ ان المتحدث العسكري اتأخر، وده خطأ. احنا النهاردة الناس لازم تعرف ايه اللي بيحصل، لان في ناس ولادها على الجبهة. انت لما تتاخر عليا، طب ما انا هدور على المعلومه في اي حته. لازم تقول للناس اللي ولادها على الجبهة دي ايه اللي بيحصل، لان اللي على الجبهة ده مش ابنهم بس، ده ولادنا كلنا. مصر كلها بتبقى عايزه تعرف ايه اللي بيحصل على الجبهة، لان اي عسكري على الجبهة هو ابننا واخونا وكل حاجه لينا. احنا لازم نعرف ايه اللي بيحصل لاولادنا. والله احنا بنقول ان احنا يعني يا ريت القانون يتغير، او مش يتغير، ان يكون في مصدر رئيسي ويكون المعلومه اول باول، حوالي كل نص ساعه تنزل معلومه للناس، لان الناس بتبقى هتتجنن. يعني انت مثلا ابنك على الجبهه وعارف ان في ضرب، هفضل قاعد بقى مستني معلومه من الضرب كان من الساعه 5 او من الساعه 6، المعلومه الساعه مثلا 9 بالليل، مين اللي هيبقى عنده صبر يقعد يستنى اي معلومه على ابنه ولا ايه اللي بيحصل للبلد؟ لا لا، انا يعني انا واحد من الناس، انا يعني انا معاش قوات مسلحه، وكان دايما عندنا في الوحدات بيعلقوا حاجات زي كده بيقول لك ان العدو دايما بيحاول يبث نشرات وحاجات عشان خاطر معلومات مغلوطه وحاجات زي كده، ويحاول ان هو يسرب لك اي معلومه اللي بيها ان هي تعمل زي انخفاض للروح المعنويه. وهو دي السياسة اللي احنا فيها دلوقتي، السياسة اللي موجودة. انت بتحارب ناس مدربة ومنظمة. النهاردة الارهاب بيحاول يحاربك حرب فعلا، انت بتحارب جيش بيرمي لك معلومات وبيحاول يسرب لك معلومات ليه؟ عشان يحاول يخفض الروح المعنوية للقوات عندك وللشعب عندك. فانت بتحارب ناس مدربة وناس فاهمة هي بتعمل ايه. شكرا.